إذاعة سلطنة عمان. قرأوا وكتبوا، كتبوا وقرأوا، عاشوا التجارب، حلموا بحياة أفضل، حلموا بحياة أفضل، وسعوا لتحقيق أحلامهم، فكانت لهم بصمتهم الواضحة، وها نحن نحاول الاقتراب منهم والتعرف عليهم من مسافة قريبة. من مسافة قريبة. قريبة. من مسافة قريبة. حوارات مع مثقفين عرب. إعداد وتقديم سليمان المعمري. إخراج علي بن عبد الله العجمي. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي الذي نتعرف من خلاله على مثقف عربي من مسافة قريبة. وضيفنا في هذه الحلقة هو الروائي والناقد السوداني عيسى الحلو. عيسى الحلو ناقد وروائي سوداني، يعمل حاليا رئيسا للقسم الثقافي في صحيفة الرأي العام السودانية. أسس أول قسم ثقافي في الصحافة السودانية من خلال الملف الثقافي بجريدة الأيام عام 1975، وجريدة السياسة السودانية عام 1985، وكذلك في صحيفة الصحافة وعدد من الصحف السودانية. عمل رئيسا لتحرير مجلة الخرطوم في الفترة ما بين عامي 1992 و1995، وهذه المجلة أي الخرطوم تصدر عن المجلس القومي للثقافة والفنون. صدر لعيسى الحلو مجموعة قصصية بعنوان ريش الببغاء، ومجموعة أخرى بعنوان الوهم، ورواية حمى الفوضى والتماسك في الأعوام 67 و71 و72، كما صدرت له رواية صباح الخير أيها الوجه اللامرئي الجميل عام 1996، ومجموعة قصصية بعنوان أختبئ لأبحث عنك، ومجموعة قصصية أخرى بعنوان قيامة الجسد، وأخرى بعنوان رحلة الملاك اليومية عام 2008، كما صدر له أيضا رواية عجوز فوق الأرجوحة عام 2010، ورواية الورد وكوابيس الليل عام 2013. هو عضو الاتحاد العام للكتاب السودانيين واتحاد الصحفيين السودانيين. حاز على وسام الجدارة من الدرجة الثالثة جائزة أحسن كاتب صحفي ثقافي عام 1977 من جمهورية السودان، كما فاز بجائزة أحسن صحفي للأداء الثقافي الفني عام 2008 من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالسودان، وحاز شهادة تقديرية من المنظمة الدولية للملكية الفكرية عن الإبداع في مجال القصة القصيرة بجنيف عام 2008. الناقد والأديب السوداني عيسى الحلو، مرحبا بك في برنامج من مسافة قريبة. أهلا بك أستاذ. أهلا بك. طبعا محطاتك الثقافية والإبداعية متعددة، ولكن دعنا نبدأ بالصحافة، كونها يعني كانت تحتل جزءا حيويا من شبابك. أنت أسست أول قسم ثقافي في الصحافة السودانية من خلال الملف الثقافي بجريدة الأيام عام 1975، وأيضا يعني جرائد سودانية أخرى. أتمنى أن نبدأ الحوار بهذه النقطة. أنا كنت أعمل معلم وتركت التعليم، فكان ما كان أمامي إلا أن وردت علي وظيفة في جريدة الرأي العام 1975
76. فأتيت فقيل لي يعني نريدك أن تكون محررا ثقافيا. فبالفعل كنت يعني أحرر صفحة أسبوعية، صفحة واحدة أسبوعية. ثم طلبت منهم أن يعني تتسع المساحة، وفعلا اتسعت المساحة إلى 4 صفحات. فسميت هذه المساحة بملحق الآداب والفنون، وضعنا لهذا الملف يعني خطة في أن يعكس كل ضروب الفنون، يعني الكتابة والتشكيل والموسيقى والغناء والمسرح وكل الأجناس الإبداعية. ونجح الملف نجاح باهر جدا جدا، واستمرنا لمدة 12 سنة في هذا الملف. نعم. ثم انتقلت لجريدة السياسة السودانية. انتقلت إلى عدد كبير جدا من الجرائد، جريدة السياسة، جريدة الجمهورية، جريدة الرأي العام، جريدة عملت رئيس تحرير لمجلة الخرطوم أيضا في الفترة من عام 92 إلى 95. نعم. استمرنا فيها لمدة 3 سنوات ثم توقفت المجلة. نعم. طبعا قبل هذا كانت تجربتك الإبداعية أيضا بدأت في التشكل والظهور، وأصدرت مجاميع قصصية ربما أولاها مجموعة ريش الببغاء. نعم، أول مجموعة هي ريش الببغاء، كتبتها وعمري كنت في 18، وكنت لا يعني ليست لدي أي خبرة في الكتابة، وقراءاتي لم تكن قراءات موجهة التوجيه الصحيح، يعني تقدر تقول كما لو كانت هناك في فجوات في تفكيري وفي منهجي في التفكير وفي معلوماتي وثقافتي. هنالك حتى أن مكتبتي كانت تضم يعني كنت أشتري كتب مختلفة، وفاجأ بأن عندما أقرأ الكتاب وفاجأ بأنني لا أستطيع أن أستوعب هذا الكتاب فأتخلى عنه. وهكذا فكرت فأن هذا الحال لا يمكن، لابد له من حل، لابد أن نجد حل. فبدأت أشتري كتب أو كتاب عشان أدخل به إلى الكتاب الذي تركته، لأنه كانت تنقصني المعلومات الضرورية التي تنبني عليها معرفتي بالكتاب الجديد. فهكذا أعدت ترتيب مكتبتي بهذه الكيفية. في شهادتك في ملتقى الإمارات للإبداع الروائي قلت إنك يعني دخلت الكتابة أو الإبداعية بدون قصد، ووجدت نفسك بطل الشيخ والبحر لهيمنغوي. نعم، حقيقة كان لدي أصدقاء منهم شاعر معروف جدا رحمه الله، انتقل في عز شبابه، وهو الشاعر الغنائي عمر الدوش. هذا كان موهوب جدا، فكان صديقي وناقد آخر وصحفي آخر وقاص واسمه محمود محمد مدني رحمه الله أيضا، كانوا أصدقائي. فعندما نلتقي هم كانا مشغولان بقضايا الفكر والثقافة، وكنت أجد نفسي من حيث أدري ولا أدري متورط في هذه المسألة. فانتقلت إلي العدوى بشكل ما، ويعني بشكل غير مقصود وغير مخطط. فهكذا بدأت يعني الكتابة، بدأت صدفة. نعم. ولم تكن تعرف في بداية كتابتك ماذا تريد من الكتابة كما قلت في شهادتك. نعم. يعني مثلا لم تكن واضحة، لأني لم أكن ناضج وراشد بما يكفي، وتفكيري لم يكن تفكير ناضجين. فهي يعني المسائل تبدو لك فأنت في سن صغيرة في لمحة عين، إنك أنت يعني يبدو لك هذا اختيار، لكن حقيقة هو ليس اختيار لأنه غير مفكر فيه بما يكفي. نعم. جنبا إلى جنب مع كتابتك القصصية أيضا كتبت رواية، وكتبت رواية في السودان في وقت مبكر، نهاية الستينيات أو بداية السبعينيات على ما أظن. أي نعم، أنا كنت أتخبط كتبت مجموعة ريش الببغاء، واعتبروها
يعني مدحت وشجعت فيها كثيرا. ويبدو لي لأنه في الوقت ده كانت القصة تقليدية. مجروعة ريش البواء خرجت من هذا التقليد. خروج من هذا التقليد حقيقة لم يكن مقصودا، ولكن هو خروج من لم يعرف أو من لم يدرس أو من لم يكتشف كتابة القصة أو لم يتدرب على كتابة القصة بالشكل التقليدي حتى، أو لم يكن لديه نموذج يحتذي. أي نعم، هذا ولد لدي شعور بنقص. يعني أنا كنت عارف أنني لم أطلع على القصص، لم أقرأ يعني نماذج من القصص، ولا أعرف التغنية بتاعت كتابة القصة، فأولد لدي نوع من النقص. هذا النقص جعلني أفرط في امتلاك الشكل، فأصبح يعني شبه هوس أن أكتب بأشكال متقدمة وأن أقرأ نقد. فبدأت يعني بجانب قراءاتي بدأت أقرأ نماذج إبداعية قصصية وروائية، إلى جانب ذلك بدأت أقرأ نقد في كل اتجاهاته وفي كل مدارسه، علني أستطيع أن أرى نصي بعين الآخر. نعم، هل هذه لنقل عقدة النقص من المجموعة القصصية الأولى اختلفت عندما أصدرت مجموعتك الثانية الوهم؟ ما زالت هذه العقدة تلازمني، أصبحت مثل التلميذ رغم أنني الآن في 76، أصبحت مثل أي تلميذ صغير يذاكر ويعيد واجباته المنزلية لكي يقدم النص. وأي كل نص يعني أحيانا قد يعني يلم بالفرح الجمالي، ذلك الفرح الذي يفرح المبدع عندما ينجز عمل ما، فسرعان ما يزول هذا الفرح، وفرحي بأي نص وتقديري الشخصي لنصوصي سرعان ما يزول. هذه طبعا حالة صحية، بمعنى أنك تبحث دائما عن الأفضل. نعم، فأصبحت هذه هي يعني أصبحت هاوي، يعني رغم أنني يعني أنال أجري وأنال استحقاقاتي مما أكتب، إلا أنني أتعامل مع يعني مع نفسي باعتباري أني هاوي ولست يعني محترفا. نعم. طيب، أريد أن أسألك أيضا عن عبارة قلتها في شهادتك، أنك ترى أن الموهبة كسب وليس عطاء. أنا لا أصدق أن المبدع إنسان ممتاز. أعتقد أن البشر، كل البشر، كل الناس هم يتمتعون بقدرات ومقدرات، كل منهم يوجه مقدرته فيما يتعلق به هو، أو فيما يظن أنه يحبه أو يجيده، أو لديه حافز شخصي فيما يختار. المبدع يختار هذا الطريق الإبداع، شخص آخر قد لا يختار هذا الإبداع. هذا لا يعني أنه ليست لديه قدرات، هو لديه قدرات لكن اختار بها طريق آخر. أعتقد الموهبة هي معرفة وخبرة وانتباه واستعداد وإصرار وتطور، إرادة تطور مستمرة. هذا ما أعرفه عن ما أفتكر أنه هو الموهبة. نعم. الآن أريد أن أسألك عن روايتك صباح الخير أيها الوجه اللامرئي الجميل. هذه الرواية كتبتها على ما يبدو عام 96. نعم. أسألك عن هذه الرواية، وأنا أسترجع كلامك في شهادتك أن الكتابة ليست تجربة شخص بل تجربة ثقافة. نعم، أنا أعتقد أنه هو أنت يعني لما أقول أنا، يعني أنا مجموعة عناصر ومجموعة ظروف ركبت مع بعض، أصبحت الكيمياء بتاعتها أدت نتيجة، هي الطريقة اللي أنا بفكر بها، الطريقة اللي بنفعل بها، الطريقة التي أرى بها الأشياء، الطريقة التي أحب بها الأشياء، الطريقة التي لا أحب بها الأشياء. فهذا نتيجة للإنفيرمنت المحيط اللي أنا موجود فيه، اللي هو ثقافتي والظرف التاريخي اللي أنا موجود فيه. صحيح أنا عندي خيارات، لكن حتى خياراتي هي لا تتحدد عفوياً، تتحدد داخليا بناء على إيقاع
حركة هذه العناصر كلها مجتمعة، حركة الكيمياء والتفاعل بتاعها هي التي تحدد لي أحب هذا لا أحب هذا ينبغي أن أفعل وهكذا. حقيقة هناك عوامل، هناك عوامل موروثة، الجينات والاستعدادات الأساسية وكذا، لكن في النهاية أنا موجود في 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 وسط ثقافي، في بيئة ثقافية، فهي التي تحدد كل هذه الأشياء. نعم، نذهب إلى استراحة أولى أستاذ عيسى، ثم نواصل هذا الحوار الشيق معك. المامبو السوداني مامبو، المامبو في كياني مامبو، يعودي في كماني مامبو، يا أجمل ألحاني مامبو 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 السوداني مامبو، المامبو في كياني مامبو. يا ورجة في بستان مامبو، رنت خطاك الحان مامبو، يا ورجة في بستان مامبو، أنا قلبي بان حيران مامبو، ما كان يا ريت ما كان مامبو مامبو، ما ظننا أنا الحب مامبو، يوم رقصة المامبو مامبو، المامبو السوداني مامبو، المامبو في كياني مامبو. من مسافة قريبة وضيفنا هو الأديب والناقد السوداني عيسى الحلو. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عيسى. أهلا بك. أريد أن أسألك الآن عن الشكل الفني في كتابتك الروائية أو القصصية. لفتتني عبارة قلتها أيضا في شهادتك، أن الكتابة ليست مضامين فقط وليست موضوعات، ولكن أيضا عناية بالشكل الفني. أظنك في الجلسة الأخيرة التي حدثت مساء اليوم، كان هناك أخ من البحرين كان يتكلم عن كتاب عبد الملك المرتاض الناقد الجزائري، أيوة، اللي هي نظرية الرواية، واعتمد عليها، ويبدو لي أن الأخ زي وصل إلى يعني وصل إلى 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 رأي أسند إلى الكتاب. الكتاب لا يقول ذلك. الكتاب يعرض وجهة النظر النقدية المحدثة أو الحديثة عن رواية العصر الآن، رواية الحداثة ورواية ما بعد الحداثة، شكلها كيف يكون شكلها. فده الكتاب كان يعرض هذه المسألة. الرواية الحديثة تعتبر أن الشكل القديم سقط، الشكل الذي يعني
بالمضمون ويجعل من المضمون أو الأولوية يجعل له الأولوية. هذه المسألة سقطت في الرواية وفي القصة حتى. ده بفعل مدارس كثيرة جدا ظهرت في هذا العصر، بدت منذ منتصف القرن 19 وأوائل القرن 20 عند الشكلانيين الروس اللي هم العناية بالشكل، ثم تطورت إلى أن وصلت إلى البنائية، أن النص لا يرجع مصداقيته لواقع خارجه. فالنص هو عبارة عن بناء مكتمل، وينبغي أن تكون صحته أو كذبه مرتبطة بتركيبه، وليست مرتبطة بأنه هل يطابق الواقع الخارجي أم يختلف مع الواقع الخارجي. يعني هذه المصداقية تكون في التاريخ ولكن لا تكون في الأدب. في التاريخ هل هذه الواقعة حدثت سنة 1820 أم لم تحدث؟ فهنا نرجع إلى خارج الواقعة ونقيس صدقها أو كذبها. الكذب والصدق في المنطق يعني بيرجع إلى هذه المصداقية وكذلك، لكن بالنسبة للنص الأدبي مصداقيته في داخله، في داخل تركيب النص ذات نص. فبالتالي لا يمكن إرجاع النص إلى شيء خارجه، يعني لا يمكن إرجاعه إلى الواقع الخارجي. هو ذات النص عبارة عن واقع، وعبارة عن واقع مكتمل التكوين. نحن بسبب ظروف سياسية وتاريخية معقدة جدا منذ الاستعمار وحركة التحرر، ويعني مطالبة الثقافة القومية كانت بالطالب أو الروح القومية أو الوطنية بالطالب بالجلاء، جلاء المستعمر من كل أنحاء الوطن العربي، ارتبط الخطاب الأدبي بالخطاب السياسي. الجيل الرعيل الأول ربط السياسة بالأدب وأصبح النضال نضال أدبي. النص الجيد هو ما يكون محموله أو مضمونه أو خطابه هو البسالة والوطنية والشجاعة. وبالتالي في فترة أخرى بعد أن جلل الاستعمار النص أصبح يواجه القضايا الاجتماعية اقتصاديا، سياسيا، صحيا، أخلاقيا، تكون له رسالة. فالأدب كان ملتزم، شايف؟ أو إن شئت أقول ملزم، وكان جودة الأدب وجودة الإبداع في أثناء حركة التحرر مربوطة بهذه القضايا. حقيقة هذا الشغل ده شغل علوم أخرى. يعني عشان أنا أدرس رواية تدرسي إنه الأولاد الشوارع زي ما حصل في بعض الروايات السودانية حصل طلعت في مؤخرا، ده شغل علم اجتماع. انحراف الشباب الصغار هذا علم النفس اجتماعي. الانهيارات الاقتصادية هذا علم السياسة والاقتصاد، وهكذا. كل هذه الخطابات هي خطابات حقول أخرى، أما الفنون قضيتها قضية جمالية بعد. يعني في الفن، في القصة، في الرواية، في المسرح، في اللوحة، ليس المهم هي ما تقول، ولكن المهم هي كيف تقول ما تريد أن تقول. يعني القصيدة الجيدة هي التي تكتب في شكل جيد. جميل. وقلت أنت في شهادتك أنه ليس مهما أن تنجز رواية يصفق لها العالم، بل أن تكتب رواية تطرح أسئلة. نعم، الرواية مهمة، الفن عموما مهمة كشف هذا الواقع. يعني الصورة الحقيقية للواقع ده شكلها كيف؟ الصورة بمعنى شنو؟ مش بمعناها الخارجي، الصورة الخارجية، معنى الصورة شنو؟ معنى الموضوع اللي أنا بختاره بعالجه، الخلاصة بتاعته، المغزى بتاعه بيكشف شنو؟ البعد بتاعه الذي لا يرى، اللا مرئي، شايف؟ هو شنو؟ هنا الأدب بتبقى عنده صلة بالفلسفة، بالتأمل، الصلة بين الأدب والفلسفة تدخل في هذه المنطقة. عشان كده بتلقى في 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 قصص اللي هي قصص ما بعد الحداثة، هي قصص تفكيكية، هي بتفكك الواقع، تفكك الواقع ده إلى 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 أجزاء وتنظر فيه، قد لا تصدر حكم. فالمهمة يعني الفن حسة في هذه الفترة هو فن تفكيكي لكل الظواهر اللي احنا يعني، وده شغل بتاع فلسفة
يعني كيف نقبل مسلمات؟ يعني ليه الرواية هيك؟ دي رواية القرن 18. الرواية نحن بنشتغل فيها دي الوقت، كل شغل نجيب محفوظ مبني على تطور الرواية الأوروبية في القرن 19. شايف؟ لما تيجي تمسك رواية السراب تلقى السراب مبنية على مدرسة التحليل النفسي ظهرت في أواخر القرن 19. تيجي تمسك روايته الثلاثية اللي هي قصر الشوق والسكرية وبين القصرين، دي مكتوبة على قرار وعلى طريقة تناص بينه وبين سومسمان اللي هو الألماني بتاع أسرة دوبنبروك، مسك أسرة وابتدى يتابع مصيره. فلا عايز أقوله الرواية أيا كانت الرواية، أنا بسميها الرواية المستقرة، بسميها الكتابة المستقرة، الخلاص اتفقنا عليها وبقت هي سيدة وبقت عندها سلطان وقاعدة في كرسي الحكم. شايف؟ نكتب وإلا الرواية دي خطأ. سليمان الدار الرواية مفارقة من الخطة، لا دي بطالة. ليه بطالة؟ لأنها ما مكتوبة بالطريقة اللي احنا متفقين عليها. عارف ده حجر على حرية الإبداع بصورة مخيفة. جميل. في معرض إجابتك يعني استشهدت ببعض الروايات السودانية التي وصفتها بأنها تحليل مثلا علم نفس اجتماعي، وهذا يعني يحيل لي إلى سؤال كنت أعددته لهذا الحوار، عن رأيك في المشهد الروائي في السودان اليوم، وهل تغيرت تلك الفكرة أو النمطية لدى القارئ العربي أن السودان ليس فيها روائي إلا طيب صالح؟ وأشوف حقيقة أنا قلت كلام زعلوا منه شديد. مين اللي زعل؟ زعل كل السودانيين زعلوا شديد من الكلام ده. أنا قلت إنه الطيب صالح يمثل سقف الرواية السودانية، وقلت بقول يعني مش معقول إنه تكون أحسن رواية سودانية طلعت منذ 50 سنة اللي هي موسم الهجرة للشمال، وبعدها ما قدرنا نعمل رواية في يعني تتفوق على موسم الهجرة للشمال زي ما نجي محفوظ دلوقتي مسيطر على المشهد العربي في أنه هو سقف الرواية العربية. رجع النقاش لما ظهر طيب صالح قال والله نجيب محفوظ ليس هو المظلة التي تحجب المواهب الجديدة. وفي الحقيقة نجيب محفوظ ما قال يا أخواننا ما تتيوب عادي، لكن الواقع ترميزنا للشخصيات بيجعلهم مرات في موقف أو في وضع يحجبون الضوء عن مواهب جديدة. ليه؟ لأن نحن كقراء متلقين ما بنسأل يعني الرواية الجيدة شنو في مقياس واحد. داري أقول لك حاجة، حتى النقاد الكبار الأيديولوجية عامية. يعني أنت إذا كنت في الاتجاه السياسي المعين وكتبت رواية بهذا الاتجاه، أنت في المعسكر المضاد أيديولوجيا للناقد أنت الرواية دي تافهة. فهنا أنا داير أقول يعني أنا بلاحظه في الزائقة النقدية العربية عموما تعاني من ضيق شرايين، شايف؟ أو من ضيق نظر. النظرة ما واسعة عشان تشوف المشهد. تشوف دلوقتي شايفين كيف؟ شايفين لأنه في اتساع في النظر. شايفين المشهد ده كله إذا ضاقت المسألة حنشوف جزء صغير جدا. كل ما ضاقت الزائقة الجمالية عند الناقد كلما أو عند القارئ كلما وصل إلى نتائج خاطئة، كلما اتسعت كلما استطاع هو أن يتذوق أعمال ذات اتجاهات مختلفة ذات تيارات مختلفة صادرة من منابر جمالية وفكرية مختلفة وكلها جميلة، لأنه هو زيقته متسعة بالشكل اللي خليه يشوف كل هذا الجمال في تنوعه. نعم. طيب أعيد السؤال بطريقة أخرى، ما رأيك في الرواية السودانية ما بعد طيب صالح؟ شوف هو أنا شوف زي ما قبيل دار أقول لك حاجة، وقبيل كنت عايز أقول في شهادتي كده لكن يعني ما كان في وقت. أنا نصي أنا الشخصي موضوع مع نصوص أخرى لا يمكن النظر إليه بدون مجاورته لنصوص أخرى. ما فيش نص إطلاقا ينظر إليه بنظرة أحادية أو بإعاده من المشهد كله. أنا كمان مزاتي مش أكتر من كده.
لا يمكن النظر إلى نصي مش لنص السوداني، لنص سليمان في عمان، في كل العالم العربي، لأنه إحنا مطلقين من ثقافة محددة. أمشي معك بعد من كده، حتى أنا بفتكر من الأحكام الخاطئة أن إحنا منقيس الرواية الكويسة، يعني لسليمان هناك نقاد ويقيسوها حسب ما ينتج فيه في عمان، لا بغاز خطأ. ينظر إلى كل ما ينتج في العالم العربي، ينظر إلى مش كده كل ما ينتج في العصر، شايف؟ يعني حد يقول لي ليه يا أخي ليه تقارن سليمان بمثلا واحد في أمريكا؟ ليه ما قارنه مع عصر واحد والفن واحد، والفن واحد والتلقي واحد؟ سليمان ده في العصر الحجري، سليمان ده دلوقتي عنده تلفزيون وعنده كتاب كونه قصر، ده تقصير منه. نقول له روايته كعبة بالمقياس اللي طرح، انا والله ما شفته، انا ما في باريس، لا ما في أزار، ما في أصفك سيكوزيس في حتة دي، ما في. فانا بفتكر من حياة الخطا، انا اللي الكلام اللي كنت بقول فيه، انا كنت بتقول لك تكلم عن السودان، انا بتكلم عن السودان داخل المنظومه العربيه لانه هو عربي، وداخل المنظومه الافريقيه هو افريقي، وداخل المنظومه الاسلاميه هو اسلامي، وداخل المنظومه الكونيه. جميل جميل. نصل الى الاستراحه الثانيه في حلقتنا لهذا اليوم، وسنواصل بعدها الحديث وسنتطرق الى محاور اخرى، ربما اهمها محور النقد. نسجت حوله القبل موكبا يغزل الترابا، النسيمات والخصل بعناق وفي غزل، نسجت حوله القبل موكبا يغزل الترابا، فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب النبيل، ثغرها اليانع البليل كرزة حفها العناب، سال من شعرها الذهب فتدل ومن سكب، سال من شعرها الذهب فتدل ومن سكب، كلما عبثت به كلما عبثت به نسمة ما جو الطرب. كلما قلبي المغرم واختمى بك وانزاح ملهما، عاد كأسا بلا حبب يا حبيبي، أكلما قلبي المغرم واختمى بك وانزاح ملهما، عاد كأسا بلا حبب يا حبيبي، أكلما قلبي المغرم واختمى بك وانزاح ملهما، عاد كأسا بلا حباب، فاره مترف لدن فنان ولا فنن، نهدان الوجد والشجن في الهوى، قلبي يغترى بسال من شعرها الذهب فتدل ومن سكب، سال من شعرها الذهب فتدل ومن سكب، كلما عبثت به كلما عبثت به نسمة ما جو الطرب. من مسافة قريبة وضيفنا هو الأديب والناقد السوداني عيسى الحلو، مرحبا بك أستاذ عيسى. أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك. دعني أسألك في البداية، أنت كروائي وككاتب قصة، هل ترى أن النقد أنصف تجربتك الإبداعية؟ في البداية أنا أفتكر أنه أداني أكثر ما يجب، شايف؟ يعني كنت بتصور كده، وبتصور أني محظوظ جدا لأنه بلقى اهتمام. أنا شخصيا ما ميال إلى تحليل يعني ما أجده من ترحاب نتيجة للتفوق أو نتيجة لميزات خاصة فوقي أنا،
ما بصور كذا، ولا لي ميزات خاصة في ما أنتجه من النصوص، شايف؟ لكن بتصور إنه في نصوص يعني هي في رداءتها مستفزة، يمكن رداءة عندي أنا غير مستفزة، يمكن يكون ده سبب. بتصور إنه ما عندي عداوات كثيرة عشان تشوف الحكاية بطريقة عاطفية ما مضبوطة، سلبية يعني. إذن أنت ترى أن النقد أحيانا يخضع للعواطف؟ نعم. النقد أحيانا إذا كان الناقد ما في مستوى فكري عالي يكون خاضع لأهواء وخاضع لتغلبات وخاضع لمكايد كثيرة جدا. ألم تشعر بإحباط مثلا بعد روايتك صباح الخير أيها اللامرئي الجميل أن النقد لم يتناولها بما تستحق؟ أنا أبكر بنقد نفسي وأبكر بمعرفة وضعي بالضبط، يعني بعد ما انتهيت من ناي كنت في حالة بتاعت فرح، الفرح الجمال الذي حدثتك عنه، لكن بعد مدة حسب تدريباتي الروحانية في الحتة دي أو النقدية أو تربيتي لذاتي يعني بعقل الأشياء وظلمه، يعني وجدت فيها حاجات ما يعني كان ينبغي أن أتجنبها. الغريبة أنا عندي 6 روايات ما طلعتها في كتب، لغيتها 6 روايات لغيتها أو مخطوطات روائية. أيوة ما لغيتها أصلا. لماذا؟ لأنها كانت ضعيفة، ده في البداية يعني الكلام ده قبل 30-40 سنة، ما نشرتها، ما أدري شو ببغاه مباشرة. داير أقول أنا حاسس دلوقتي بفتكر أحسن حاجة أنا عملتها دي، الناس كلها بتقول إنه أحسن حاجة عملها عيسى هي الرواية بتاعته الأخيرة دي، فعلا أنا أتفق في وجهة النظر دي، لأنها يعني الرواية الأخيرة هل هي الورد وكوابيس الليل؟ الورد وكوابيس الليل، شايف؟ فبفتكر لأنه فيها ما يعني فيها وصارة الجهد، وبعدين بفتكر نفسي في حاجة مهمة جدا لازم أقول لك، أنا بفتكر نفسي إني أنا أخذت فرصة كبيرة، يعني ما مت في عمر صغير، شايف؟ يعني كل العمر لك إن شاء الله. الله يديك العافية. يعني ما يعني حياتي استمرت بعد ريش الببغال، أنا بفتكره ما ناضج، وقعت وقمت، شايف؟ فكانت عندي أكثر من فرصة، فالرواية دي ما جاءت ساكت، جاءت بعد تعب شديد جدا جدا، يعني معاناة وفشل وتعب ومحاولات فيها نزول يقرأ تاني ويشوف الحياة البطالة شنو، يحبط ويبلش يفوت، شايف؟ لكن يعني I have more time، دي الفرصة، يعني ده أعطاه من ربنا سبحانه وتعالى، أنا أشكره كثيرا عليه، يعني ما بتلقى فرص زي دي. نعم. أريد أن أسألك أنت الآن كناقد، عندما تقرأ رواية سودانية أو عربية أو أي رواية أخرى، ما الذي يستفزك للكتابة عنها كناقد؟ إنها تكون جيدة فقط. ألا يكون مثلا أن كاتبها صديق أو يعني العواطف التي تحدثت عنها؟ لا يعني ما لا لا أكتب من المنطلقات دي، أنا ممكن أكتب زول ما بحبه لكن شغله كويس، شغل كويس قصبة، أنا لازم أكتب أقول ده شغل كويس، لأنه بالطريقة دي أنا بحفظ أجمل ما في داخلي، يعني الجوهر التي تضيء، جوهر الإنسانية دي، شفت كيف؟ يعني التي تضيء الشغل ذاته، وهي زي تفقدت شغل ذاته بيقبل منه فايدة، شايف؟ يعني بدون هذا النقاء، بدون يعني حتكتب شنو أنت؟ أنت بتكتب عن حاجات جميلة جدا جدا، بتسعى لحاجات جميلة جدا جدا، شايف؟ فلا يمكن الشيء داير تعمله ده تكون أنت مفتى، يعني لا أتصور إنه زي يكتب رواية وهو روحه حاقدة، يعني إلا إذا كان الحقد ده مبني على عداوة جهة لأمتك. أنت ذكرت قبل قليل أن ربما أحيانا تكون الرداءة أيضا مستفزة للناقد ليكتب عنها، ألم تستفزك رداءة ما في إحدى الروايات؟ أنا مؤمن بما قاله طيب صالح، يعني كان يقول طيب صالح يقول إذا كان النص رديء أنت كتب عنه ليه؟ قال أنا لا أكتب إلا عن ما أحبه،
نص لا أحبه لا أكتب عنه مطلقا. فالحاجة إيه الدافع اللي خليني أنا نص ما أحبه أكتب ليه؟ يعني لا أكون دار شاعر بالزول ده، يعني بكرهه، دار أهزمه، دار أذيه، يعني شنو يعني بيخليني أنا أكتب عن نص إلا يكون شنو؟ أنا محرر ماسك صفحة علي أن أحرر كتب الطلعة الجديدة. جميل، بما أننا مررنا مرور الكرام على رواية الورد وكوابيس الليل قبل قليل، نتمنى أن تتحدث عنها أكثر، خاصة وأنها أنك ذكرت أن يعني البعض اعتبرها أفضل أعمالك. هي مكتوبة بطريقة جميلة شديد، وبعدين فيها ابتداع ل ل ل لأداء شغل أداء. بالمناسبة هو ما فيش نص يطلع كده براوي، يعني هو النص يكون في تأثيرات، في تأثيرات بتاعت نصوص أنت معجب بها في فترة ما، أثرت فيك في فترة ما. النص بيكون إنك أنت النص اللي أثر فيك ده لما يطلع بيطلع بدمك أنت، بروحك أنت، بطابعك أنت، بشخصيتك أنت، شايف؟ ما بيطلع بشخصية الزول، عشان هنا بتكون في الإضافة، شايف؟ في كاتب أنا بنذكر اسمه بيسمي الحالة دي، بيسميها وبينظرها من ناحية تانية وبيسميها قلق التأثر. يعني جايب ميلتون شاعر إنجليزي مثال، قال الناس اللي كانوا بيتضايقوا من ميلتون لأنه كان متفوق عليهم كانوا بحاولوا يكتبوا قصائد جميلة لكن بشرط تحرف مقاصد ميلتون عشان هم يحسوا أنه تفوق عليهم. أنا ما بنظر للمسألة كده، بنظر لها إنه التأثر الحقيقي اللي هو إنه النص جماله يخش في دمك وفي في في عظمك حتى، شايف؟ فبيبقى جزء منك بيدلف مع الدورة الدموية بتاعتك، بيطلع في طبعك أنت، في طبعك تماما، فصيلة الدم بتاعتك بتكون فيه، ما بتكون فصيلة الدم الذي أنجزه من قبلك، شايف؟ فما فيش نص في الدنيا بيطلع برو، في تأثيرات بتاعت نصوص. لأنه شوف يعني في 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 قولة معروفة جدا جدا، حس أنا في حواري معاك ده بتهيليك إن أنا بتكلم ده يعني بتاع يعني ده إبداعي أنا دي أبدا، هي اللغة اللي بتبدع فوق أنا، شايف؟ أنا وإنت دلوقتي متفقين جدا وشايفين حاجات كثيرة جدا مع بعض، لأنه اللغة خطتنا في نقطة بتاع التلاغي أو تشابه، شايف؟ فإحنا ما برر اللغة، إحنا بنعمل في اللغة حاجة، اللغة هي اللي بتعمل فينا بالمناسبة. جميل، هذا كلام جميل وعميق، ولكن لم يعرف المستمعين بروايتك الجديدة. أبرو أنا أشوفها، ما أحب أتكلم عن شغلي لأنه لما أنفعل بشديد وأفتكره جميل وأقول الكلام بقوله زي الغناء، يعني زي المغني الذي يحب أن يغني لكي يسمع صوته هو ويطرب من صوته، وهم مهمة المغني أن يطرب الآخرين وليس أن يطرب نفسه. لكن طبعا بيقول لك المغني الذي لا يطرب نفسه لا يستطيع أن يطرب الآخرين، صحيح، لكن كمان دي ما مهمته، وممكن يغني منفردا، شايف؟ يعني ما يغني على المسرح لرغبته، هو لما جاء المسرح عشان يغني بيغني للجمهور، فأنا ما عايز أغني نفسي أمام الجمهور. جميل، ولعل المسألة دي كانت قبيل واضحة، أنا ما حاب حكاية أنظر لشغلي لأنها ما بتكون موضوعية إطلاقا، بعدين بفتكرها ما حقيقية. فعلا راقبت الناس اللي تكلموا النهاردة عن تجاربهم كلهم كانوا أوف بوينت، كلهم كانوا وكلهم لسوء الحظ كانوا بشكروا في رقبتهم، وكلهم خلطوا بين تجربتهم، هي ما تجربتهم، كانوا بيتكلموا عن يعني البيت الأخيرة دي شرحت لنا قصتها، البيت اللي قبلية عملت لها قصة عشان توضح قدرتها على الكتابة، فكلهم كانوا يعني مس أندرستاند السؤال شنو. الوحيد اللي كان قادر يفهم السؤال شنو عنده. جميل، طيب لو سألتك الآن أستاذ عيسى عن كتاب، رواية أو غيرها أعجبك يعني من قراءاتك الأخيرة؟ أنا والله كل رواية جميلة بتعجبني شديد، يعني شوف أنا بيعجبني عجبتني الرواية زسكند العطر، شوف رواية عظيمة، عجبني أنتونيو غالا
قالوا لها التركي. عجبني في متحف زي بيت الأب للوسيا بلغاسيوس. أيوه عجبني، بيعجبني يوسف إدريس في بيت من لحم، بيعجبني يوسف إدريس على طول، ده تشيكوف القصر العربية بل لا شك في ذلك، هذه قدرة هائلة. نجيب محفوظ ليس في قدرة ومكانة في القصة قصيرة يوسف إدريس، ده ملك القصة، أمبراطور القصة العربية. نعم. وفي المقابل أيضا يوسف إدريس كتب بعض الروايات التي لا تصل لروايات. أي نجيب محفوظ في القصة ما كويس، يوسف إدريس في الرواية ما كويس، هي المسألة ما ضروري تكون يعني المنافسة والمقارنة دي، ما لها سبب، ما شايف لها سبب. لكن عموما ممكن نقول إنه زول قد يعني كاتب قد يكتب قصة جيدة جدا لكن لا يستطيع أن يكتب رواية جيدة، كاتب قد يكتب رواية جيدة لا يستطيع أن يكتب قصة قصيرة جيدة. طبعا أنا سألتك هذا السؤال الأخير عن قراءاتك لأني أيضا كنت أو أخطط لعمل معك حلقة أخرى عن أحد الكتب التي أعجبتك، وإن شاء الله سنتفق عليها لاحقا. شكرا جزيلا لك الأديب والناقد السوداني الجميل عيسى الحلو على هذا الحوار الجميل معك في برنامج من مسافة قريبة. شكرا لك أستاذ، وأتمنى أن نلتقي يعني في مرات عديدة وكثيرة وأن تدوم بيننا هذه المعرفة العميقة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. من مسافة قريبة. من مسافة قريبة. قريبة. من مسافة قريبة. حوارات مع مثقفين عرب. إعداد وتقديم سليمان المعمري. إخراج علي بن عبد الله العجمي.